السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بالنسبة للخويا ماجد اللي قال لك مثلا الناس الكوفي اللي بغاو يحصلوا لجمعية كيمشيو لدار الشباب كيلقاو الإعلان ما لقيت ما تيقراوه حتى ما قدرش يقراوه كيدخلوا عند المدير ديال الشباب تيقول له بلا نتشاو معكم جمعية هنايا ها العنوان وها الأدريس وها المكان كيسكنها وكيتوفوا على واحد القانون الداخلي والقانون الأساسي باش يكونوا تكونوا الجمعية داخل دار الشباب. نعم يعني هنا باش يبقى البرنامج على الطبيعة ديالو كيف ما هو يعني كل شيء واضح كل شيء باين. أما عن السؤال الآخر ديال دار الشباب اللي شار لي الأخ الفاضل فعلا أي واحد بغى دابا يعمل في إطار المجتمع المدني وقانون الحريات العامة اللي كيضمنوا البلاد هو أنه كيقصد دار الشباب فيها المدير وعندهم قاعات متعددة هو خصو يصوب غير واحد القانون أساسي يدير واحد الجمع العام ويدير قانون أساسي ويدير فيه الأعضاء الرئيس والأمين المال والكاتب والمستشارين ومن بعد يكون عندهم الروسي من السلطة المحلية وغادي يمشي عند مدير دار الشباب وغادي يقول لي احنا بغينا مقر والمدير غادي يعطيه مقر لان الا كان عنده اكتضاض ديال وما بقاش الاكتضاض كان اكتضاض واحد الوقت دابا الان الناس زاهدوا في العمل الجمعوي الا من رحم ربك غادي يلقى تما مقر وداك المقر ماشي دائم راه كيكون غير ساعتين في الاسبوع راه كيدير واحد المدير كيدير واحد البرنامج ديال الساعات كيوزعوا من الجمعيات كل واحد عنده ساعه او ساعتين في الاسبوع كياخذ القاعه وكيدير فيها الانشطه ديالو وهنا غيكون التواصل يعني مع الناس غادي يكون واضح وبين وامام انظار السلطه المحليه ما كاين لا حاجه ما هي غريبه العمل في ضوء القانون هذا كيكون مريح لجميع الاطراف الناس كلهم كيخدموا مرتاحين الا كان في ضوء القانون اما الا كان خفيا كيبقى مولاه دائما مخلوع ودائما متهم ودائما فهاد الجمعيات الشباب اللي هما مكفوفين وبغاو ينتظموا في اطار جمعيات ويدخلوا دار الشباب ويديروا المقر ديالهم ومن ثم كيوجهوا الرسائل ديالهم للمسؤولين والناس كيجوا عندهم اللي بغى يتواصل معهم كيعرف فين غادي يمشي غيمشي لدار الشباب الفلانيه في المدينه الفلانيه في الاقليم الفلاني وغيدخلوا يتعرف معهم وعندهم كارت بوستال ديالهم وبريد ديالهم وعندهم كل وسائل التواصل وغادي يكون نفع للجميع فكنشكرك اخي الفاضل على هذه الفكره المهمه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.